حيا مالت يا من تحيا جيت وجابك الله. أنا أبي بيوت، أبي سيارات، أبي فلوس دراهم، أشوف البنات، أبي أتزوج. تكفى يا المارد تكفى. لحظة يا أبو الشباب، شاين تبي بيوت وتبي بنات وتبي فلوس، حتى أد اللعب. أول شيء أنت مسجل في خدمة مارد؟ مارد؟ أيوه مارد. وشو مارد؟ قبل لا تسأل وش مارد، لازم أول شيء تستوفي الشروط كاملة. شروط؟ أي وش هي؟ شروط كاملة. شروط؟ حتى أنت بعد عندكم شروط؟ وش شروطه؟ أي شروط، إن ما يكون عمرك تجاوز 15 سنة، أن تكون حاصل على رابع ثانوي، أن تكون ما عندك بيت، وأن تكون ما عندك راتب، وأن تكون قاعد على الرصيف، وأن تكون عندك حوض سباحة في البيت، وأن تكون عندك سيارة في الموديل، وأن تكون عندك وحدة ثانية. بس 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 يا مارد، وش الشروط التعجيزية؟ حتى أنت تعجزون الناس؟ وين اللي تقول لي 3 منيات وسارد لي 1000 شرط؟ في عندنا 3 منيات طال عمرك، في عندنا بيض بالجبن وبيض مفروم وبيض بمارينز كاتشب والشدر بريال بلاش. أجل بيض، والله أنا من شفت هالفوشي وهالبراطم اللي تلمع وأنا دريت إنك مارد يا باي. أخذ مرض خوال.